أهلا بكم مشاهدين الكرام وسلام الله عليكم. إليكم أبرز ما جاء في أخبار جريدة أصوات لهذا اليوم. المغرب يعلن عن تسجيله ل 58 حالة جديدة بفيروس كورونا. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنفي خبر إصدارها أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء. وزارة الداخلية تنفي خبر إصدارها لقرار إغلاق الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع. إصابة رئيس الوزراء ووزير الصحة البريطانيين بفيروس كورونا المستجد ووفاة اللاعب الصومالي عبد القادر محمد فرج متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 58 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 33300 حالة. وكشفت في التصريح الصحفي اليومي عن تسجيل 21 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة و11 حالة شفاء. نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نبأ إصدارها أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء، كما قررت تحريك المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين كانوا وراء هذا البلاغ الكاذب. كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن دحضها للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن مزاعم تدعي بشكل كاذب أنه سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حدود أو عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع. وبهذا تؤكد الوزارة أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية بالمدينة، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت أشغال كافة الأنشطة التجارية والخدمات الضرورية. وشددت على أنها ستتصدى بحزم وجدية للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنين ومتابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي للنظام العام. وبالمضيق الفنيدق خصص رئيس مجلس عمالة المضيق السيد محمد العربي المرابط بعد الاجتماع الذي قام به مع الأطباء الرئيسيين لمركز العناية بمرض القصور الكلوي خصص 5 سيارات للنقل لفائدة مرضى القصور الكلوي خط المضيق نحو المركز المتواجد بالفنيدق، خط المضيق نحو مرتيل، خط مرتيل نحو المركز، خط تطوان نحو مرتيل، إضافة إلى سيارة خاصة لنقل الممرضين الذين يشتغلون بالمركز. ننتقل وإياكم إلى الورقة الدولية، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم عن تسجيلها ل 69700 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 58804000 وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 75000 شخص. في النطاق نفسه أكدت الحكومة البريطانية نبأ إصابة رئيس الوزراء جونسون بوريس بالفيروس، لكنها أشارت إلى أن عوارضه طفيفة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن إصابته بفيروس كورونا وقال أنه يعزل نفسه في منزله ويعاني من أعراض متوسطة.
في المجال الرياضي توفي لاعب كرة القدم السابق الصومالي عبد القادر محمد فرج عن عمر يناهز 59 سنة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، ليكون أول لاعب عربي إفريقي أجهز عليه الوباء. وقال اتحاد كرة القدم الصومالي أن اللاعب أسلم روحه في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن التي ولج إليها قبل أسبوع من وفاته بعدما اكتشف تعرضه للإصابة بالفيروس. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المغرب يعلن عن تسجيله ل 58 حالة جديدة بفيروس كورونا. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنفي خبر إصدارها أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء. وزارة الداخلية تنفي خبر إصدارها لقرار إغلاق الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع. إصابة رئيس الوزراء ووزير الصحة البريطانيين بفيروس كورونا المستجد ووفاة اللاعب الصومالي عبد القادر محمد فرج متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. دمتم في رعاية الله.